السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا فيديو إن شاء الله اللي غادي يكون تتمة لسلسلة الدراسة في هولندا بالنسبة للمغاربة ومواطني العالم العربي. في الفيديوهات السابقة كنا تكلمنا عن مجموعة من النقاط، وصراحة يعني توصلت مجموعة من الأسئلة حول موضوع هذا الفيديو اليوم. لهذا يعني دائما أحاول يعني حلقة الإجابة عن الأسئلة أحاول يعني أؤخرها إلى آخر السلسلة لكي تكون شاملة لمجموعة الأسئلة، وبعض الأسئلة سوف أجيب عنها في مسار يعني تقديم السلسلة. موضوع اليوم هو مطابقة الشواهد أو الاعتراف بالشواهد أو قيمة الشهادة المحصلة عليها في بلدك الأم مع نظام التعليم الهولندي. طبعا مجموعة من الإخوان في العالم العربي يسألون ما هي قيمة الدبلوم الذي تحصلت عليه مقارنة مع التعليم الهولندي. في هذا الفيديو سوف نرى الموقع الرسمي، لكن إجراءات المطابقة وكيفية المطابقة عبر هذا الموقع سوف أتركها لفيديو لوحده إن شاء الله، سوف يكون يعني هو موضوع الحلقة القادمة أو بالأحرى الفيديو الثاني الذي سوف أقوم بتسجيله لكي لا أطيل في الفيديوهات. بالنسبة لمطابقة الشواهد، فهولندا تقوم بتقييم الشواهد استنادا إلى الدبلومات المعترف بها من هذه الدولة. يعني إذا كانت المؤسسة التي درست فيها أو الجامعة أو المعهد الذي تخرجت منه مسجل في وزارة التعليم ومعترف به وله اعتراف من الدولة، يعني وزارة التعليم في بلدك لديها شراكة مع وزارة التعليم الهولندية، فإن بصفة مباشرة شهادتك يكون معترف بها. لاحظ هنا to find out whether your diploma qualifies to be admitted to a study program, the higher education institution of NAFIC. So, موقع NAFIC هو is the National Academic Recognition Information Center for Holland. هو الموقع الرسمي للمعادلة والاعتراف بالدبلومات والشواهد في دولة هولندا. هنا يمكنك يعني معرفة المستوى، يعني يمكنك أخذ فكرة idea the equivalent Dutch level of your diploma. You can check the list of common diplomas from your country. يعني عندما تضغط على هذا الرابط تنبثق لك نافذة التي من خلالها يمكنك معرفة قيمة ومستوى الدبلوم الذي لديك مقارنة مع نظام التعليم الهولندي. هنا يمكنك يعني إجراء التقييم، هو ما يعني ما سوف نشرح في هذا الفيديو في الفيديو اللاحق إن شاء الله. وهنا يعني يخبرونك من الموقع الرسمي، طبعا يعني كل شيء أشرحه من الموقع الرسمي للدراسة في دولة هولندا. يقولون لك بأنه يعني قرارات هذا الموقع يعني لا يمكنك يعني الجدل فيها، لكن يمكنك يعني تقديم حجج أخرى وبراهين أخرى من أجل إعادة التقييم في حال ما كان التقييم دون المستوى. نذهب إلى هذا الموقع إخواني الكرام. لاحظ هنا Education Systems, Senior Review of Diploma from Other Countries and the Description of the Education System of Those Countries. يعني هنا يقومون بإعطائك يعني نبذة حول نظام التعليم في هذه الدول ومقارنتها مع نظام التعليم الهولندي. لاحظ هنا توجد مجموعة من الدول. سوف أعطي مثال بالمغرب لأنني أنا من المغرب وأعرف جيدا يعني الإجراءات ونظام التعليم في المغرب. سوف نبحث عن موراكو. Here is Morocco. Okay. يمكنك يعني اختيار الدولة التي تمثلك أو الدولة الموطنك، يعني كما رأينا سابقا سوف يعني نرى الدول العربية الموجودة، فتوجد لبنان، لدينا كوستاريكا، كرواتيا، تشاينا، دنمارك، إدوكيشن، إستونيا، إثيوبيا، لدينا مصر هنا، مصر، هنغاريا، هونغ كونغ، أيسلند، إسرائيل، إسرائيل، جابان، أردن، لدينا هنا الأردن، لدينا لبنان، لدينا المغرب، لدينا مهم يعني مجموعة من الدول يمكنكم البحث عنها لاحقا لكي لا أطيل الفيديو. هنا نذهب إلى موراكو. Check out information about education in Morocco and the Dutch equivalent of Moroccans diplomas. يعني يقولون لك داك يعني هنا يمكنك معرفة أخذ معلومات حول نظام التعليم في المغرب ومقارنته وقيمته مع نظام التعليم في دولة هولندا. هنا يعني فاكت، سوف أقوم بشرح كل شيء صراحة إخواني الكرام لكي لا يكون لدي أي شخص هنا أي لبس من عن أي شيء. هنا يقومون بإعطائك معلومات حول التعليم في المغرب. هنا يعني school year يعني مدى تبدأ examination academic year early September to late June، يعني معلومات حول الوزارة الوصية في حالة ما كنت تريد يعني بالنسبة للأجانب يريدون معرفة معلومات أكثر عن الوزارة الوصية بالتعليم في المغرب. فهنا قاموا بوضع
الرابط الرسمي للوزارة. هنا يتكلمون عن التعليم الإعدادي أو الأولي، هنا يعني لغة التدريس في المغرب، لاحظ حتى لغة التدريس يقومون بوضعها هنا. هذه معلومات حول المغرب. هنا يقومون بتقديم المسار الأكاديمي أو البيداغوجي للدراسة في المغرب، يعني يقومون بوضع كل شيء، دبلوم تقني، دبلوم الكواليفيكيشن، يعني كاليف، يعني مستوى ليس مستوى البكالوريا إنما مستوى الثالثة إعدادي. يعني هنا خطاطة تبين من خلالها المسار الأكاديمي للطالب المغربي، يعني بصفة يعني طبيعية. يعني أنت مثلا تحصلت على دبلوم تقني، ماذا يخولك على دبلوم تقني؟ يخولك مثلا الولوج إلى سلك التقني المتخصص. بعد الدبلوم التقني المتخصص يمكنك الولوج إلى سلك الإجازة، بعد سلك الإجازة يمكنك الولوج إلى الماستر، والماستر إلى الدكتوراه. يعني هنا يعني خطط حول نظام التعليم في المغرب. أنا أعتمد أني أشرح كل شيء الإخوان لكي تعم الفائدة، وحتى يعني تستنتج من هنا أن وزارة التعليم الهولندية فهي تعي جيدا مسار وخطاطة ومشاكل التعليم في المغرب. يعني مثلا حتى المشكل الذي لدي أنا، مثلا تحصلت على الماستر في 6 سنوات، ليس لأنني يعني قمت ب كان مسار دراسي ليس بالموفق، ولكن بحكم يعني 2 سنين دبلوم تقني متخصص، و2 سنين في الإجازة، و2 سنين في الماستر، أي ما يعادل 6 سنوات بعد البكالوريا، فهذا يعني موضوع آخر. هنا يعني يشرحون لك اتيستاسيون دو بكالوريا، اتليس اهيفو ديبلوما، يعني هاته سوف اقوم بشرحها. يعني كل شيء هنا مقابله او مقابل يعني يقابله المستوى الذي يعادله. يعني هنا بكالوريا، هنا ديبلوم دو تكنيسيان، بروفي دو تكنيسيان سوبيريور، 2 ييرز اوف اتش بي او، سوف نقوم بشرحها لاحقا، ديبلوم يونيفرسيتير، يعني كل شيء يقومون بمعادلته هنا. وهنا يعني يعطونك بعض المعلومات حول الـ vocational education and training and labor market، يعني ومعلومات حول الـ qualification framework of European. يعني هذه معلومات إذا كنت تريد يعني معرفة يعني مجموعة أكثر، يمكنك زيارة النقر هنا أو هنا من أجل معرفة هذه المعطيات. أنا صراحة لم أتعمق فيها، كل ما يهمني هو هذه الخطاطات، سوف نعود لها لاحقا. هنا يقومون بإعطائك يعني معلومة حول الـ Institute of Higher Education المعترف بها، وحتى الـ Private Higher Education Institution المعترف بها. يعني يمكنك الضغط هنا واختيار المعهد واختيار الجامعة أو المؤسسة التي تخرجت منها، وسوف يعني عفوا يعني الإنترنت ضعيف قليلا. سوف نأتي إلى هنا، مثلا سوف نأخذ يعني السؤال الذي يأتي كثيرا، هو دبلوم تقني متخصص. مثلا دبلوم تقني متخصص، سوف نرى ماذا يعادل أو ماذا يكافئ. ومثلا دبلوم الإجازة المهنية، مثلا دبلوم الإجازة المهنية، سوف نرى ماذا يساوي دبلوم الإجازة المهنية. duration يعيبو general، ماذا يساوي grossly، لحظة عفوا، دبلوم التقني متخصص، فهو هو هنا توجد هنا higher professional education، فهو يعني دبلوم مهني عالي للدراسة. Dutch higher education distinguishes between research oriented higher education and higher professional education. So يعني هنا يعني يعني معادلة يعني الإجازة تعادل طبعا تقريبا، في حالة إذا ما كان لديك يعني research oriented، يعني إذا كان بحث في 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 آخر المسار. يعني هنا في هولندا يقوم في كل مستوى يوجد بحث وتوجد إيسايز، ليس مثلنا تماما. لكن ما نستفيد هنا أن يعني كل مستوى يعادله مستوى آخر، وكل دبلوم لديه ما يعادله. لكن على ما أستنتج أنا، دائما يقومون بإنقاص سنة واحدة من كل مستوى. فإذا كان مستواك هو الإجازة مثلا المهنية، فسوف يقومون بإعطائك مثلا الـ HBO. إذا كان مستواك مثلا ماستر أو ماستر سنة أولى ماستر، سوف يقومون بإعطائك مستوى أقل منه، لكي دائما ما تكون هناك preparatory years، يعني السنة الإعدادية أو السنة التهيئية للولوج للدراسة في دولة هولندا. معلومة أخرى إخواني الكرام، أريد يعني في أحد higher education، لحظة هنا في higher education، يعني لكي نتجنب اللبس
عفوا إخواني الكرام، لا لا أريد هذا الموقع، يعني هو الموقع الرسمي للوزارة، توجد فيه مجموعة من الجامعات والمعطيات المسجلة هنا في هذه عفوا النافذة المنبثقة، توجد يعني معطيات حول المسار الأكاديمي وماذا يعني. لاحظ هنا University Education، يعني يقولون لك أن التعليم الجامعي في المغرب ببوت يعني في البحث اند بروفيشن، يعني كأننا نقول يعني الإجازة المهنية والإجازة الدراسة الأساسية أو ماستر متخصص أو ماستر عام. هنا في المغرب يعني لدينا ليسونس ماستر أي دكتوراه. يقولون لك أنه يعني هنا ملاحظة مهمة بالنسبة للشباب الذين سوف يتخرجون في سنة 2023، أن في المغرب يعني منذ سنة 2019 تبنى مشروع وبداية التسجيل بالنظام الجديد للحصول على إجازة مهنية أو ما يعادل الباشلر ديجري بالنسبة للدول، يعني مثله مثل الدول الأنجلو ساكسونية، يعني أن المغرب يقومون باتباع التعليم الفرنسي. لقد كانت هنا في بعض في أحد الخانات لحظة مهم، لا أعرف أين هي بالضبط، لكن كنت قد عرفتها أن المغرب يتبع نظام التعليم الفرنسي، ويعني انطلاقا من سنة 2019 المغرب سوف يبدأ بتبني النظام الأنجلو ساكسون باشلرز ديجريز، وفي سبتمبر 2020 يعني الطلبة الذين سوف يتسجلون هذه السنة والذين سوف يتخرجون في أفق سنة 2023 2024 سيكون لديهم يعني الباشلر سيستم الذي سوف يوفر لهم إمكانية ولوج معاهد ومدارس أخرى حول العالم بسهولة بدون أي عراقيل. لاحظ أن الإجازة يعني student start the first cycle of 2 years with a pro doctic year. After this first year they can choose، يعني هنا يقولون لك يعني نظام الإجازة في المغرب ومعلومات أخرى حول التعليم. هنا هذا الموضوع اللي كنت تكلمت عليه سابقا، يعني 3 سنوات تعادل 180 اي سي تي سي اللي هو الشارت اوروبيان دو نوتاسيون دي موديل، هي يعني اتحاد كان تم وضعه من طرف الاتحاد الأوروبي. مسألة أخرى إخواني الكرام هو بالنسبة للماستر والماستر المتخصص، فلاحظ أن قيمته تساوي 120، يعني بغض النظر عن الماستر إذا كنت تتوفر على ماستر أو ماستر متخصص فهذا لا يشكل عائق بتاتا، بحكم أن دولة هولندا تعترف بالماستر سواء المتخصص أو الماستر العادي ماستر دو ريشيرش الذي يتفاداه مجموعة من الإخوان نظرا لعدم الأحقية في الدكتوراه وما غير إلى ذلك. مهم إخواني الكرام، أتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم في الفيديو، حاولت أن أقول يعني أن أجيب على مجموعة من الأسئلة وأن أقوم بشرح مجموعة من المعطيات. هنا يعني يقومون بشرح حتى دبلوم دانجينيور ديتا، مهم يعني مجموعة من المعطيات. سأترك لكم الرابط أسفل الوصف، يمكنكم زيارة الموقع ومعرفة مجموعة من المعطيات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.